يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيضا مثلا ما زال ذي الموضوع غف النفاق نار الهيبوكريزي. أيضا مثلا أشحال العايدة إكس عيشن أسيوت صفاتنا خصناتنا أكثر ذي الصفات النفاق، ولكن النفاق هذا يمانيس ويزمير لنا ذي قبل تمثال تقين النفاق استستطيع ولو نسيت عيش للصح الزدخل من النفاق بالذات ونسد المنافق. الخطأ لا تغرغرص الصفات من النفاق. أشتكي مرة يتمثل ذي القلام تمسنين لك الصواب للعبد غرويان يجهل ويزرارنا ذاش نقام النفاق وسعيش الزدخل يسوى لك نثق بلالا ما استستعيون استنوك الشيء المنافق يزمالك يدوث يزمالك أذي يغف الله، ولكن تقويدي العبد أذي يسين أذي نذيم أذي فهم داش نقال المنافق. المنافق سي عفار سي ربي حاشا ما ذاك الله يثوب ما يثوب هذا سي عفوهم ولاش أذي وث أذ القاعة جهنم الدو الكفار ذا المشركين. على خطر إذ تسعي قوارا غف لما تنسيمت إنسيم وحاشا الخير دي تسوي المؤمن حاشا الخير دي تسوي المشرك يتبانك اللي فغو يدين هذا ويك ما ذاك اللي فلاند أتهجر مانيش، ولكن المنافق ذوين يتعيش غير ينسيما استجالسا يتجمع جالسا يتظل جالسا يتحج جالسا، ولكن يخدم اسم تخزبي ذا ذو الدين ذا ذو سيد ربي ذا ذو الرسول صلى الله عليه وسلم ذا ذو المؤمنين كم اذا سيد ربي يكرهيث النبي صلى الله عليه وسلم يكرهيث والمؤمنين يكرهيث كيقينا. ولكن تقويز دين كل انسان المؤمن المسلم هذه السين ذا شي مقارن النفاق ذا شو الصفات إكس عام المنافق باش اللي فتش ديك مانيش ماذا قال لا يوت الصفة هذا سيد يسوف أغيس أدي وخر في الناس باش أدي مليل سيد ربي سبحانه وتعالى من سيارة في الناس كان يتمثل أدي توب العبد أقفل هذا دي مثل مولاش الجنة ما غير في الجنة البعيد أغنى ربي نجي مولين سيد ربي غادي قرن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير ذي ثرقاة جهنم إغارثني وث حشر هذا قال لثوف إلا الذين تابوا أكيد يقع سيد ربي قبيل سبحانه وتعالى. أي مثلا النفاق باش أتزر العبد أتزر أي ما ينشيم أتزر باش ما قال النفاق باش أتنذير وتشض ذيذ نفسي ليك ذقماني أتزر ماذا قلنا في الله يوت الصفة النفاق هذا ستقرب النفاق مريني العبد يستظهر دغر وران يستظهر أين أين العكس نخلاف وين إلا البويز وليس دركيت أين ديس الجين دركيت سين وذما وذما برا وحدس وذي أين لنزق البويز وحدس إذ وجه إذ المنافق شوف لا أدي تفاني شرح دغورك يشرح يحميك ولكن وليس ينغاج شوف لا يتبان بلي نخدم الصلاح بلي يتمني الصلاح ولكن الزداخي حاشا الفساد يتزدغم بلاك ولاش وين يكس فسادنا من تام سوف لا يتبان ذنسيب يتظل يتوزم يتحجو ولكن الزداخي ذي الكافر ذا هذا والدين كاقينا معناه ايه مثلا ايه عفذاكين هذي سبقين اذمن برا بلي اثقف يلي غاشيا بلي اذي يكشم الزداخل المجتمع ودي يتبان لنا امن تام ينسي من مرة ولكن تخزبيين خدمت واحد السلوك فرام دو يقع عنيه اش مسقام المنافق من النفق النفق من نافقة إلى ربوع أم الحيوان يخدمت بالتاريين دو يقع شوف لو ديت بلاله ولكن استخيجيه أكن النفق سنسو تيران المنافق شوف لو يتبقين الفعالي ليس ما كنا من سبيا سيمن ولكن سودا كثير وينيس ذي قفت بغض سيدي ربي كثير دو الكفار دو المشركين إذ نسيق وعرم في الإسلام أكثر قوذين أكثر من النصارى كالكنا ذا شفت العلامات إكس عام المنافقية مثلا إن فين عزيزا صلى الله عليه وسلم أختي دي سبقين ذي سين الأحاديث كان يوم الحديث يروي أبو هريرة رضي الله عنه ذا شو ودي قال آية المنافق ثلاث
الآية معنى العالم ما غادي يتبان، معنى أي نموذج من العبد هذا في غوم ذي المنافق ثلاثة صفات. إن ما قلنا يهضر هذا الشيء تجي يتشاشي من المنافق، تجي الصفة الرئيسية مزدخل من المنافق الهضور اسم الرادي يكثر ألم ميثوغا يغال الكثنينس يقوم كان تيدت غرور سنسا اللي يكثر الكثير يغال تيدت كان مثلا معنى غرور سنسا يكثر الطفل كان تيدت يشكي لي مرة غير والدينيس غير والرويس غير جيرانيس يقوم كان الخدمة غادي دوكايس مرة ذي كتبك وكتساسير يشكي لي أماكن يتنفسك شدي سبحان الله كيف يعني مثلا أذير أنه لم يتحدث أذير أنه الأعذار كان كوانا يخدم مرة غادي في ذول الأهدور السيمين وينا غادي في سكدف وغادي في السبا ملكي يخدم من بني مرة غادي في السبا الحاجة إكسايين في الناس السيدة ربي مشبيح إفضحيثني يقرض الله ويشهد إنهم لكاذبون يشهد سيدة ربي فلس بلي بلغ سكيدين وين عليك نجي قرض فنجعل نعم لعنة الله على الكاذبين اللعنة غفي ذاك سكيدين كغير مثلا خطر المنافق النفاقية إما ضد معي قرمع وإما ضد الخوف بوغان كان فعلى جرام طمعيش الشهوة النفسية أدي ورد المنافق لا أدي يواذ يتبين أدي أدي السمع عقل رويس دي المنينس أدي ورد المنافق والمنافق واللي تبنى القبايا ما بقافيتي مسالة كاقية يتمثل ولكن يجدين أرذاقي دوذن وأرذاقي دوذن 16 المنافق ذي الجبع كان إذن إذا حدث كذب السفة زورت إذا حدث كذب ندل وش بيحن النبي صلى الله عليه وسلم يقرد آية المنافق ثلاث يتصفه إذا حدث كذب ما يهضر أدي شكده في السنين هذا ما يوعد أدي خايف ما يوعدك يقول كان كيني أنا مليل عاشي حاجة أخر الفريق خايف أتسعى الصار كشتا تسعى الصار نتيل هذا الشغل يسند هذا أكي وكدي تبك هيا لك مرة أكو هاي خاطر غور سنسا يشهد ويجعل لهم ثمسات طوع الغروس كل شيء سهل يخدع يتخيف في واحد وخشينا هذا تحصل يجمل أكي وعد بشر أكديفك أكديفك كرام ولكن خشينا هذا تصار جود ششة وقات صار جود ذا شكنا إفيك يرقم ذا شو إفيك وعد ذاك ديفك ولكن أذك يغضر وذاك يخلف وذا روحي الشويس كشتة الساعة السابق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف يقال وإذا اؤتمن خان السبب الاستيادة إذا اؤتمن خان ماذا قال لها كلش المهمة اليمنة أتشد في غرورس أدي خان يمناني كان مثلا خزرت كان سبحان الله جدس لمنا أتشد في غرورك ومناك أتشد في غرورك أتشد أتشد أترقع وتتفضل أكا ماذا قال لها جدس تكرس في فارنا عسيس أتي السفة وتتسجر الغرموس ماشي الباب الفضنة المنافق يقرص وتتسجر الفضنة الغرموس أما ذو الفضنة إلا نكاليس دي عميد يجيس الفضنة أما ذو الفضنة خامن ماذا قلنا يعيش لقيون وخام يخلط أخامنيا يتشذر الذي يحدخي بخامنيا مكفر فردي السفة الفضنة بخامنيا مرة كرقوين ولا تولنس أدي السفة أدي السفة الفضنة المؤسسة اللي يخدم دي تسوي غاوميس ادي الشفر يفضلني وادي الشفر يزمال ادي الشفر الفضلة مرثيس ثمرثنا عزيزا يزمال الشفر يفضلني سلم ونافق كي قلنا إذا اتمنى خان لمنا يتخال يمنا ويعمل ذاكي ما قلنا يتفقوا السين عند تشوركون يعيفا ذي يقول دوار ومسن غاوميس أسن يتشار ومسن أما الفقراء أما المساكين أما الضعفاء أدي إلى عف أدي إلى عفس شتمس أدي تسوي نرجيفيس أين تيسرى أدي ولو خامس أين تيسرى أدي الشرويس دي حرام أدي من خامس دي حرام أثير المرة ذي ذيهم العفاد ذي ذيهم العفاد المهم ما ينسى وتخدم أنا كان سكر سيد الأمانة ولكن أبي خان رمانانيا الرسول صلى الله عليه وسلم مهدينا إن أمكان إن أمانة المسؤولية أمانة في الدنيا أمانة ويوم القيامة خزي وندم ولكن يوم القيامة ذي الندم إلى كذا ماذا كنا يخدم أدي 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 يفكيس المهمة إذا جاء ملا بشر يخدم يجون أدي يخدم المنافق أي ذي المؤسسة إما ذي خال ذي العمل ويخدم على الخدمة العالية وإما ذي الصوت وإما أدي يكون ذي وقف أشتري مرة خيانة للأمانة أي مثل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون سيد البغد قالوا تسخن تالا لمنات أي قد يؤمنون تسخن تالا ربي وتسخن تالا النبي صلى الله عليه وسلم وتسخن تالا لمنات المنافق دائما التفض ألا اتبع
تنفسي تنس الشهوة تنفسي تنس أم الحيوان اللي تبعنا كنا ربيع عزيزاو أكني يفغون أين يفغون يضرون في الغير نسو سقال المعنى المهمة ديو غير مرغو في نس التفق ويجمع علي غاشي هذا الشتفك تشتفك تشتفك الشمل الغاشي ويجمع علي الشمل الغاشي سيد ربي سبحانه وتعالى في كدين سيم باش هذا يجمع الشمل الغاشي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا من كل يوم دينا غادي يجمع ثلاث نسين سيم باش فذن سيد ربي كل اللي يدير الصباح لهنا ذي الخير علي اللي يخرج في البلاد والعباد ولكن المنافق اللي كذا اللي يمكن اللي فرق الشمل الجنسي من والجنسي وجنسي ذا عنصر خلاص كل ده فرق العنصرية أقول لك مرة جنسي من أصبح المنافق يقول لنا فيس وعنصري أنقفوا يا الدينيس أنقفوا يا العاملش لا تصلي فيس لا زكاة فيس لا صوم السيامينس أنقفوا ترى خطر يفرق ليش من الجنسي كم الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دعا بدعوة الجاهلية ذاك الدعوة الجاهلية إسقرا من دعا بدعوة الجاهلية فإنه من جثي جهنم ونسخ لنا العنصرية جهنم تيجي لأن سأل رسول الله وإن صلى الله وصلى غسل زول غسل زول إنس وإن صلى الله وصلى وزعم أنه مسلم غسل زول غسل زول غسل دعين إما نجدينسي الجهنم تيجي كبير إذن في هذا الصفات ما يهضر ذلك يشكد ما يوعد أذي خالف ماذا قلت كرسي منا أذتي خان والحديث نرويسين إذا قال صلى الله عليه وسلم الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه إذا قال قرد رسول صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا أربع من صفة من التسعة للمنافق خالص إقلا خذ كان إذا قال إذا حدث كذب الكثير يقول تسكين ذاك يقول الحرد كذا منيش في ذي تغرورس ذي كذب الكذب الطفل كان ذي تغرورس إنسان كل شيء ذي كذب إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان ماذا يقول لها يتوامن في لبنى حجر خان أدي خان يقض وإذا عاهد غدر خرب قوينك كريف دي فكنا غير في أوشرا نقري تعاملك كذي عفذا من سام أدي لكني سيد الله سيد ربي قال له أعقل بلي حجر غدر أنك يغدر ويشهد الله خذ كان ادي قال سيد ربي جواليس ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ادى الخصام اتس اشهد مسليش تمت لي شنو لي شوفوا القميص يا لكي ربي الشاهد ربي الشاهد ولكن ان الاولى شهاده ربي ما من شاء الله كم مثل اول رصيد يشعل الشم يشعل الشم داخل ولكن الشم هذه الزينه ذابيش أبوه والرزيدان يكفن ديرامان ولا قرار دي سواسيك تفضي والديروان تفضي أن عدم دي البساسي يسميك ربي دحني والإنكان إذن شخ دي صران ميكي وفي عدد الرفري حضر كيف مثلا إذن أدي قال وإذا عاهد غدر قال وإذا خاصم فجر السفاقة الخصومة ملك لتسعى شنة أن يدس ثقيل دوني أبسي من الدن أول أي لك نعم يجيتو من ذاك المرة ما كوا أما ذي فضل بخامني كيستني ذا بدل فضل إني كيستني ذا ما ذي تقول ذي الملحني يشند يشند بخامي أك أدي شو س خلاص أدي فضل كذي شوفه مرة ويانا أدي كفارقة ينقص قال المعنى ما ذاك لا يفوق المنافقة ويسعى رميتيا ويسعى الصدقة ويسعى الصدقة وش قال المعنى ذكو ويسعى وداكو يتبع كان الفغينس خطر يفوق وليس شعري مع ذيك ذي تفقدس أكيد جخري أدي جدل أدي وليم وينر ألي ألي يعمل الله أكبر كما يتمثل ويتسل بما يرغب أن يخدم إذن المنافق الأناني المنافق يحمل كان يحمل كان يمانيش يستخدمه كل حيث أثمر الرب شد يوضغ المقصود ينس وليس دفع كان ويتمنى رمي الغاشي غير يتمنى أين يتمنى إيمانيش وليس تقال المعنى ذي الحرير ذي الحرام وليس تقال المعنى بليس إذا ربي إزارتين وليس تذكي راسي ودي تمحتي راسي إذا ربي لو كان هذا أدي في المجلس يهدر نفسي إذا ربي الولدي وخاصينا إلا قد يهدر في مسين دوني ولو كان دي الجنازة ذخي الجنازة ذي مثلا تأريك المنافقين ألا دايما تفضل لها هدرنا في الدنيا تهدرنا في دريما زخنا الجنازة اتبع الجنازة في هذا هدرنا هدرنا في نث في دريما غف الشيء غف خامن في البنية مرة أك في الأمور من الدنيا بشد الولين في مسألة الدين أخذ تسود وتسود المنافق يتسود يهياج والمنافق يتسود يتسود يهياج يتسلم يتعسر في دريما نسخة ذا مش حاحد الباخيل وتصدق له شو أنت ماذا قلت صدق إذا صدق زاد يعني مدة ما شاء الله في الناس مولش وليت صدق له دوا كده المنافق إلى العمل إيش مرة يخدم إذن أفوذ من مدة بشر في الزرم لكن لا تشعر كافيا سيدس الله أكبر كما يقول مثلا إذن المنافق
ذشن الدنيث ذي الدنيث وذي جل التاريخ الهان وتصورنا الرحمن ما ذاك اللي يموت كان مثلا خطر ذاك الذاب يتخال يمنات ذا عنصرية وذي عم يتمنين يندير الغرس كالقام المنافقة وذي عم يا ربي وذي عم يا رسول صلى الله عليه وسلم وذي عم ينرى المؤمنين أكرب وين إديسيان الصفة ذاك لا تذكس أما شويطة مطاس أما يوثم سنات أما أكثر إن ثوف غسل ربي وقبل ذلك فتيحة غسل المنافق يتعاقب يتسيل ربي أشد العيقة يكذب في الدرك الأسفل من النار من هذا اللي يموت الصفة ذاك ولكن ثوف قبل كده يموت الموت قبل صغار أصاب أصفاق الدنيا ثم غسل ربي ضيف السمح عهد الدور عاود أتقوي غسل الصفة دي جبال تقيا أتقف يرسل ربي الصدق ستيدت أتوخر لك البلا ثقي مرة إكس نصفة ثقي إكس هكا المنافق كيف خطر سيد ربي مش فيه قرد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير المنافقين مرة أكل أثرقات الجهنم الدول الكفار الدول المشركين الأثنيين أي خطر بيد في داعي ذو النصح للإسلام كم ولكن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم أدي قر ماذا قلنا ثوف ماذا سنعفو ماذا قلنا ضيفني دي عفو ماذا سنعفو إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ماذا قلنا ثوفا سيد ربي أبي توب أبي توب في اللسم إذن أي ماذا أكل بني سعان الصفان الصفان من النفاق أعقل شيء مليه بلان إذا قد ستوفى سلمغا ولا وصرجرا وساريهم إلى مغفرة من ربكم وصل إذا من المرد يوضع من مناث المفض وصل إذا من المين أعقل كشيء مليه بلان إلى قد تغويض تغويض الدنيا ثلاث تغوي الوحد الوقت ألي تغوي ذا شو مالك ينفع نزف ربي حشم العمل الصالح ثوف غرسي ربي توبة النصوح كان يجد مثل كرب وين يكسعان الصفة يقين من النفاق إلى يولد الجماليس أذي عقيب لي ذأثن المنافق خطر يقبل رسول صلى الله عليه وسلم أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق ماشي عشان ماذا ليس عارف عايقيا ولكن يوث الخصلة من النفاق ماذا ليس عاد يعتبر المنافق كجنب إذا ثبوا قبل ذلك الفتيحة سيد ربي ثبورنا الرحمن سليت ثبورنا التوبين سليم مدى مدى بذرة ملك المتذي قضى الروح لها ثبوا سيد ربي سيد ربي ذي توب في الله أبل هذا أغجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان هذه بعض ربي في لغ النفاق هذه بعض ربي في لغ الصفات من النفاق هذه بعض ربي في لغ المنافقين هذه بعض ربي في لغ الأعذى من الدين أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.